من فضيلة الشيخ وفقكم الله، من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولقيه ثم ارتد عن الإسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام تاب من ردته، فهل يعد صحابيا؟ والله هذا في خلاف، منهم من يقول تبطل صحبته ولو تاب، ومنهم من يقول لا ترجع إليه الصحبة، وهذا مبني على من تاب، هي من تاب إلى الله عز وجل هل ترد عليه أعماله التي كان يعملها قبل الردة أو لا ترد؟ على قولين، منهم من يرى أنها ترد كالإمام الشافعي، ذلك بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فرتب حبوط الأعمال على أمرين الردة والموت عليها، دل على أنه إذا لم يمت عليها أنه ترد إليه أعماله، وهذا فيما فهمت من الشيخ ابن باز أنه يرجح هذا، ويستدل بحديث أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم.